عيني قسما بالله والله لا تعدوا شيء. انتم ناس تعدوا الكلمه الباهيه كلمه خايبه ما تعدوهاش. هاو نكلم ولا بالحق النظام ما فماش واحد يجي تلقى عنده شاد ثلاثة أربعة، مو خلي غيرك خلي ياخذ. هذا ب 22 دينار والبرة 23 دينار. والبرة تمشي تختار على كيف، شوف الزحمة، شوف الروس. توا خلوا ثمانية يحلوا هما، فهمني؟ أو جينا سبعة غير ثمانية غير أربعة ودنيا ما ننجوش حتى نراوي العلوش، شوف الدنيا دي. العبيد العبيد أكثر من العلوش. شيء ذي فما حالة. والله هو بصفة عامة راهو العلوش غالي راهو. سواء القشارة ولا الفلاحة راهو غالي العلوش. غالي توا احنا شادين الصف مش عارفين الميزانية قديش. دخلونا مع سبعة وشوي. هبت هتشوف كل هجوم كلها مشات مع بعض. كل واحد اخطف علوش وهاني شد الصف أنا لهنا واحد من الناس. كيني قسما بالله والله لا تعدوا شيء. انتم ناس تعدوا الكلمه الباهيه كلمه خايبه ما تعدوهاش. هاو نكلم تو تسريفيه ما ثم شيء برا، ما ثم شيء برا، ما ثم حد شيء برا في البلاد. وعديني شبيك خارج متغشش؟ مش متغشش، ما ثم شيء برا. مش ما... لا موجود ما ثمش حد شيء برا. مش ما لقيتش انا غالي كيلو ب 21000 22000 تعرف قديش فوت المليون علوش. فوت المليون اقل علوش فيه 50 كيلو 52 كيلو 55 كيلو فوت المليون اختي وسامحنا وبارك الله فيك. العبيد العبيد اكثر من العلوش. شيء ذي فما حاله وضعي يا خويا ما تبشرش بالخير. جاب ربي خديت على بكريا الرحبه اليوم جيت نتفرج وبارك. جيت نتفرج وشو جيت نشوف الشيء يعني اللي كنت حاسب له في حساب قبل يعني هذاك هو طلع صحيح. 100 اكتوف 3000 العباد تستنى. هاني جو فيان داريفي وصلت تو. شنو رايك؟ فما علوش فماش؟ العلوش موجود. تبقى ما ثمش فرق مع البرا. فرق اسعار؟ هذا ب 22 دينار والبرا 23 دينار. والبرا تمشي تختار على كيف، شوف الزحمة، شوف الروس. شيء كبير. ان شاء الله ان شاء الله المهم الكل. المهم الكل توصل تعرس ان شاء الله تعيد ان شاء الله. باش نرجع تخرج تشري من برا. نخرج نشري من برا. حبيت نشري من هنا، شريت من عندهم انا عام 2012 وقت جابوا العلالش من رومانيا. قلت مالك كيف كيف تبقى شوف شنو تقرب هذا ونهار عيد. هاو صاحبي زاد هو جاي يحب يشري. انا ريت حاجه ما يتحدى. لا توخلوا ثمانيه يحلوا هما فهمني؟ او جينا سبعه غير ثمانيه غير اربعه ودنيا ما ننجوش حتى نراوي العلوش، شوف الدنيا دي. فهمني؟ وحتى تري في النظام ما فماش. مالوريزمون. قتلنا البولات، مش نعملوا دعسه البولات. البولات الباري الفلاح هو اللي بيع مش قشاره ولا انترميديير. قشاره قاعده تبيع؟ كلها قاعده تبيع فيها قشاره. يا اخي شكون اللي عنده علوش يهبط يبيعوا لهنا توا؟ كان مدى يشرح حشاك فهمني؟ كلها هذه كلها قشاره هم اللي غلوا العيشه على العباد. انا ما نخبيش عليك خذيت من راس الجبل من العاليه خليته عنده العلوش. بعد نهارات كلمني قال لي راهو العلوش نتاعك مات ذبحناه اجا باش تاخذ علوش في بلاصته. مشيت خطرت علوش في بلاصته يعمل لك قال لي والله تعرف العلوش نتاعك خسرت فيه 650000. أنا قلت له على قداش بعته؟ قال لي بعته على 49 دينار الكيلو. قلت له 49 دينار الكيلو وخسرت فيا 650000 معناها كنت بتصور فيا 650 دينار. هي قال لي مالا شنو؟ دونك الفلوس اللي ماشيه اللي قاعد يدفعها الزوالي ذاك القشار اللي يزن انترميديير مش للفلاح. يا جيت نجي ندفع للفلاح ولا للدولة. جيت تشري العلوش؟ جيت باش نشري علوش. اي لقيت حاجة باهية؟ هاو لقيت باش نشوف الميزان. نشوف الميزان. متى وصلت لهنا؟ والله من السبعة تاع الصباح لهنا. ولقيت حاجات خلطت على حاجات؟ الأول ولادي جريوا واللي لقاوها خطفوها. ها هو مازلنا باش نوزنوها هو تو. ها هو باش نوزنوه تو. احنا والميزان، احنا والميزانية نتاعنا زادة. اي كان لقيتوا الميزان غالي شنو باش تعمل؟ ما نشريش. قداش حاطه البيت نتاعك؟ في الاقل مليون.
باش نلقى اكثر من مليون ما عندي من نعمل به. ولا بالحق النظام ما فماش واحد يجي تلقى عنده شاد ثلاثة أربعة، مو خلي غيرك خلي آخر، الآخر يقول لك أعطيني 40,000 تو ندبر لك علوش، مين يقول لك أعطيني 40,000؟ فما الأولاد هنا يقول لك أعطيني 40,000 تو ندبر لك، جيت ما لقيت شيء، هم كلهم بالثلاثة بالأربعة، موش شوف واحد، اثنين على الأقل تشوف الميزان، أما فماش نظام صراحة. وقتها جيت والله جيت أنا 7:30، جيت تبركر لقيت ما نعرفش غدو يجيبوا ولا ما يجيبوش انا اعلم. جيت مرتاح. مرتاح جيت. نتاع الصباح. شاليت شاليت الصبح. الصبح سبعة انا سبعة. هذا خو 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 عند ربي. خلطت على علاش ولا؟ خلطت الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. خذيت على الوش. اي خذيت اي. غير على الوش من عيالي. هذا ولدي خذيت من بعضه. هو قال لي يجي. لاباس هذاك الحمد لله. مزلت ولا مزلت؟ نعم. مزلت ولا مزلت؟ مزلت. من 5 تاع الصباح. خلطت خطرت على الوش ولا؟ هاني هاك نجري وحطوا لهنا توا قالوا لنا البشكوله بركه تخدم، انا ما فوش هذه تخدم ولا؟ فهمتني؟ وانا نستناه اخويا. قالوا لي القشارة هي اللي قاعدة تختار في العلوش. والله هو بشفة عامة راهو العلوش غالي راهو، سواء القشارة ولا الفلاح راهو غالي العلوش غالي، توا احنا شادين الصف مش عارفين الميزانية قداش، هو غالي شنو؟ لا الناس اللي خرجت وما خلطتش قالت لك هوني القشارة قاعدة تجي تختار بالعشرة وبالحداش العلوش شدوهم بالحبل والناس خلطت على شيء. أنا واحد من الناس من 5 تاع الصباح شادين الباب دخلونا مع 7 وشوي. هبت هتشوف كل هجوم كلها مشيت مع بعض، كل واحد اخطف علوش وهاني شد الصف انا لهنا واحد من الناس. وربي سهل وان شاء الله عيد مبروك للتوانسه. بلي بجوز مش تاخذ. فما ميزانيه تحكم. قداش الميزانيه؟ والله الميزانيه انا واحد من الناس حط مليون. ماكسيموم. هات مليون اش نعمل؟ تختار واحد اخر ولا؟ ما نعرفش، لا نخرجش البر. البر تكسر خلايق راه. البر علوش ما فيهش 10 كيلو لحم يقول لك مليون، شو قاعد يتاج الفلوس بالله سامحني، تو السميك قداش تخدم في تونس؟ تو نحكي تو بصراحه 460 معناتها زوالي يخدم 3 اشهر باش يشري علوش، تو انت حتى انت في بالك تو 21 و900 50 كيلو تعرف قداش تجي مليون و95 معناتها زوالي يخدم 3 اشهر باش يشري علوش، حتى بالبسكونه غير غالي جدا الغلاء منا ولا منا راه، سواء باش تمشي للبطحه ولا بالميزان وربي سهل. شنو يعني النظام؟ هاك تشوف تو احنا شدينا الصف لهنا قال لك لا بسكولا تو الشعب هذا كل بسكولا برك، هذيك اش تعمل بسكولا هذيك؟ ما يحلها يزن العباد، علاش قاعدين هكا؟ انا تو انا الولد شدوا بالحبل وقاعد نستنى، علاش ما بداوش يخدموا هو؟